راك مرضي الوالدين وراضي عليك سيدي ربي. وبالوالدين احسانا. محمد شاب من ولاية سيدي بلعباس، كرس حياته لخدمة والديه المقاضين منذ عدة سنوات برا بهما. على جال هاد الوالدين يعني ضحيت الحمد لله، زعما هذه واجبه عليا وهذه حاجه نورمال، حاجه عاديه. انا كنت انسان رياضي، حبست الرياضه تاعي على جالهم باش نقابلهم. يعني ما تقدرش تخليهم هكا وحدهم هكا في المرض هذا اللي راهم فيه، وتروح كيما نقولوا تمارس حياتك. قاعد معاهم تقريبا نقول تقريبا كاع الوقت، نوض صباح نوكلهم نشربهم نبدل لهم الكسوه تاعهم نضحكهم نزعق معاهم توجور تقريبا كاع الوقت تقريبا نفوتها معاهم باش ما نحسسهمش باللي راهم مهملين. التكفل بوالديه المريضين حتم على محمد التخلي عن وظيفته لتسخير كل وقته لرعايتهما، فهو معينهما الوحيد في هذه الحياه. سمحت في حياتي وسمحت في رياضتي وسمحت في بزاف صوالح في خدمتي، سمحت في خدمتي، انا كنت خدام زعما ما شاء الله، سمحت في كل شيء على جال باش نبر بوالديا ومانيش نادم. ورا فدناكم شي هو كرامتنا، انا راضيه عليه 100%. عاوني لي خوتي راني ما غنجاوي روحي. هذا ويناشد محمد المحسنين مساعدته في التكفل بوالديها التي أصبحت وضعيتهما يوما بعد يوم تتطلب تكاليف كثيرة.